حرب عالمية ثالثة على الأبواب، وكل ذلك لأجل دولة صغيرة. روسيا أعلنت غضبها ودقت أجراس الحرب، فما السبب وراء هذا الغضب الذي تملك روسيا اليوم؟ وهل السبب يتعلق بالفترة الراهنة أم أن هناك سرا مطويا في الصفحات القديمة؟ بانقلاب أو بحرب، روسيا تريد أوكرانيا، وليذهب الغرب إلى الجحيم. كل الطرق تعود إلى الاتحاد السوفيتي، الاتحاد الذي أثبت قوته طوال الحرب العالمية الثانية، ثم بدأ يضعف بالتدريج ليسقط سقطة مدوية ويشكل نقطة فاصلة في حياة روسيا وباقي دول الاتحاد. لم يكن الأمر بأن الاتحاد يتدهور بنفسه دون أي تأثير خارجي، بل كان هناك من يبث السم فيه في أواخر الثمانينيات تشجيعا لتفككه وضعفه أكثر فأكثر، وعلى رأس هذه الدول كانت أوكرانيا التي هي حديث اليوم وأكثر الدول التي لفتت الانتباه مع بداية عام 2022. فلأي سبب كانت تسعى إلى تدمير أحد أقوى التحالفات الشرقية على وجه الكوكب؟ كان جرحا ترك ندبة كبيرة في روسيا وقادتها الذين ورثوا الاتحاد وله من التأثير، ما جعل روسيا تنتظر اللحظة المناسبة لرد الثأر. صنعت العلاقات مع الغرب وكونت التحالفات والاتفاقيات التي من شأنها أن تزيد من مناعتها وقوتها ضد أي تأثير سلبي على مصلحتها الشخصية. مدت يدها إلى بيلاروسيا وصربيا في أوروبا، وكونت حلف طشقند مع 5 دول أخرى، وذلك لزيادة قوتها وجبروتها ضد الدولة التي طعنتها في ظهرها لأجل أن تعيدها إلى تحت ظلها. فلأي سبب تسعى روسيا إلى إعادة أوكرانيا بدل إقامة العداء معها؟ موطن الاقتصاد. كل ذلك يعود إلى مساحة أوكرانيا الكبيرة التي لها تأثير لا يمكن تجاهله على الاقتصاد في فترة وجود الاتحاد السوفيتي، فهي تملك من الأراضي الزراعية ما يمنحها أفضلية كبرى، وعدا عن ذلك احتضنت من الصناعات ما يكفي لرفع اقتصاد الاتحاد السوفيتي إلى أعالي اقتصادات العالم أجمع. والأهم والأكثر خطرا هو امتلاكها من الغاز والثروات الباطنية الأخرى، ما يجعلها هدفا رئيسيا لحلف الناتو الذي يسعى بأسنانه للوصول إلى الأراضي الأوكرانية. ولكن هيهات أن تسمح روسيا له بذلك، فهي تريد رد الطعنة التي تلقتها وتريد إعادة الأمور إلى نصابها. فلاديمير بوتين، الرئيس الذي أعاد مجد القياصرة ومجد الشيوعيين، والذي استحق وحده دون غيره لقب أن يكون رئيس روسيا مدى الحياة، فهو الذي نهض بها وأعاد لها مجدها وقوتها، وأظهر بأن روسيا بإمكانها أن تكون صلبة دون 14 دولة تحميها. فهو يؤكد بشكل دائم بأن روسيا اليوم هي ليست روسيا في عام 1991 عندما انهار الاتحاد السوفيتي بكل جزئية منه، لتكون تلك أقسى فترة تعيشها روسيا اقتصاديا وسياسيا. ونعود إلى عام 2014 عندما بدأ التنفيذ وبدأت حركة إعادة الأمجاد، وعندها فاجأت روسيا أوكرانيا وقامت بالسيطرة على شبه جزيرة القرم بشكل نهائي، كما انطلق الجيش الروسي إلى مناطق أوكرانية أخرى وحارب الجيش الأوكراني، ليكون ذلك درسا روسيا قويا لأوكرانيا التي بات وضعها أسوأ بعد أن كانت تطمح في التملص من تحت راية روسيا لتجد نفسها غارقة أكثر فيها. فأثبتت خلال ذلك روسيا بأنها لن تسمح لحلف الناتو أو أي من دول الاتحاد الأوروبي بالاقتراب من أراضيها مهما كلف الثمن،
وردت اعتبارها بعد الخيانة التي قامت بها أوكرانيا لها في ثمانينيات القرن الماضي. الحرب والحسم. لم تتوقف أوكرانيا أبدا عن التعبير عن رغبتها بالانضمام لحلف الناتو، وإنما كانت تريد بإصرارها للخروج من تحت الراية الروسية، وهذا تماما ما أوصلنا إلى النقطة التي نحن فيها اليوم. فروسيا قد حشدت جيشها ووقفت على الحدود، وجيش نهاية الأسبوع الأوكراني يتجهز ليمد يد العون إلى الجيش الأوكراني الأساسي، وكل يريد أن يحقق غايته. روسيا الآن تجرد صراعاتها وتنهي النقاط والنهايات غير المحددة في الدول الأخرى كجورجيا وروسيا لأجل أن تحشد قواها جميعا حول أوكرانيا، وبدأ ذلك بإرسال 100,000 مقاتل إلى الحدود الروسية الأوكرانية لبث الرعب في قلوب حكام أوكرانيا وعاصمتها كييف تحديدا. الأمر أكبر من أوكرانيا وحدها، وإنما هو إثبات بعودة الجيش الأحمر إلى سابق عهده، فجميع الصفحات تروج إلى اشتعال حرب جديدة كبرى مع المعسكر الغربي وحلف الناتو تحديدا. فموسكو اليوم تتحدث عن توسعية أطلسية، فيما تتحدث في المقابل واشنطن والعواصم الحليفة لها عن توسعية روسية معاكسة وهادفة لإعادة بسط السيطرة الروسية على الدول والجمهوريات التي كانت إما جزءا من الاتحاد السوفيتي كما حال أوكرانيا، أو منضوية تحت لوائه في إطار حلف وارسو كما حال بولندا أو رومانيا. ما الذي يحدث اليوم؟ في الساعات الأخيرة واصلت روسيا تعزيز قدراتها في البحر الأسود من مختلف أساطيرها البحرية في ظل التوتر المتصاعد مع الغرب، فيما تسلمت أوكرانيا من ليتوانيا شحنة من صواريخ ستينجر الأمريكية المضادة للطائرات استعدادا لأي هجوم مباغت من الممكن أن تقوم به روسيا. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن العالم يجب أن يكون مستعدا لرؤية روسيا تختلق ذريعة للهجوم على أوكرانيا. وكان آخر ما قامت به روسيا هو تعزيز قدراتها في البحر الأسود من مختلف أساطيرها البحرية في بحر البلطيق وبحر الشمال والمحيط الهادي. وعبرت الغواصة روستوفنا دونو من طراز كيلو التي تعتبر من أخطر الغواصات غير النووية في العالم مضيق الدردنيل اليوم للانضمام إلى أكثر من 130 قطعة بحرية روسية تشمل مدمرات وفرقاطات وكاسحات ألغام وسفن إنزال لتنفيذ تدريبات واسعة النطاق للبحرية الروسية. وكل ذلك يشير بأن الحرب ليست ببعيدة، حيث تقول بعض الصحف بحسب المصادر الغربية بأن الحرب ستبدأ خلال اليومين القادمين. فهل هذه الادعاءات صحيحة؟ وهل ستقوم روسيا حقا بأخذ ثأرها بعد ثلاثة عقود من التجهيز؟